النشأة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير، البداية دائما مع العناوين. وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف تقيم ورشة عمل حول مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة. تكريم المدارس الفائزة على مستوى القطر في المهرجان التربوي بحلب. أهلا بكم. أقام المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ورشة عمل حول مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة اليونيسف. تنفيذا لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي ومتابعة لما تم العمل عليه، أقام المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف حول مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة. وزير التربية عماد موفق العزب أكد أن هذه الورشة من أهم محطات العمل في الوزارة، وإذا أردنا النهوض بالعمل الداخلي يجب أن نبدأ من الخطوط الأولى وهي رياض الأطفال. خلينا نكون نحن كلياتنا متفقين أنه إذا بدنا ننهض ونساوي نهضة بالتعليم فيجب أن نبدأ من الخطوط الأولى. يعني نحن اللي صاروا هلأ طلابنا اللي صاروا صف ثالث أو خامس أو تاسع أو بكالوريا خلاص اعتادوا بنهج معين ومسار معين ومشوا فيه. نحن خلينا نفكر للمرحلة القادمة، خصوصا أنه نحن مر علينا 10 سنوات. هالعشر سنوات نحن خلينا كمان نكون متفقين كلياتنا أنه نحن حتى قبل الحرب كان في عنا مشكلة. نحن يمكن صار أفضل شيء أنه نحن نشتغل على مسارين، المسار الأول نتابع مع هالأجيال اللي نحن من الصف الأول موجودة للبكالوريا، ونتابع بنفس الوقت نحن على الجيل الجديد اللي طالع. تخلل الورشة عرض تفصيلي من قبل كل المديريات المشاركة من المحافظات السورية كافة، والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجههم للوصول إلى رؤية مستقبلية. كل ما يجب أن ما نفعل ما نقوم فيه في المراحل العليا هو أساسه في مرحلة رياض الأطفال. لذلك نحن اليوم رح نوصل إن شاء الله بنهاية هذا اليوم بتقديم عرض من خلال جميع المديريات التربية للواقع يلي عم بيكون عم بينشغل عليه، لحتى نكون كتير شفافين بالنقاط الأساسية الهامة اللي والتحديات يلي فينا نحن نذللها بالوصول إلى إنجاح هذا المشروع، وخاصة بأنه يحمل رؤية كبيرة بأن تدرج أو تلحق مرحلة رياض الأطفال على الأقلية سنة في التعليم الإلزامي. مديرية تخطيط التعاون الدولي هي كمنسق وطني لعمل وزارة التربية مع المنظمات الدولية ولا سيما منظمة اليونيسيف وهي أكبرها في سوريا. نحن نقوم بالتواصل مع منظمة اليونيسيف وفق اتفاقية التعاون المشتركة مع الحكومة السورية، وتم خلال العام 2017-18-19 طبعا افتتاح رياض يعني في الفئة الثالثة كتجربة لإلحاقها بسلم التعليمي في الجمهورية العربية السورية، وهذا يحتاج كما تعلمنا إلى قانون أو تعديل قانون التعليم الإلزامي. المشروع بسيط جدا، يتضمن إلحاق هؤلاء الأطفال بمشروع التعليم الأساسي. هذا المشروع يكون تابع للمدارس من 1 إلى 6، كون طلاب صف الأول الثاني إلى آخره هم أقرب المراحل العمرية لهذا الطفل، وعملية إدماجهم لافتتاح شعب رياض الأطفال فيها لسن 5 سنوات هي مرحلة تمهيدية بحت الضرورة ملحة جدا. فكل الطلاب المتفوقين يقولون الآن بنسب إحصائية لديهم أساس في الالتحاق برياض الأطفال. تعد رياض الأطفال من عمر 1 إلى 5 سنوات من أهم المراحل التحضيرية التي تساهم في بناء شخصية داعمة ومحفزة له، وفي حال تطبيق المشروع في جميع المدارس فإنه سيسهم برفع سوية التعليم في سوريا. كرمت مديرية التربية بحلب المدارس الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى القطر في المهرجان التربوي للغات والفنون، حيث حصدت محافظة حلب المراكز الثلاثة الأولى في مجال المسرح وباللغة الفرنسية. كاميرا التربوية حضرت التكريم وعدت التقرير التالي. مديرية التربية بحلب تكرم الفائزين على مستوى القطر بالمهرجان التربوي للغات والفنون، والذي أقيم العام الماضي وأحرزت فيه حلب
المراكز الثلاثة الأولى عن أعمال مسرحية باللغة الفرنسية. اليوم تم تكريم طلاب المدارس التي حصلت على المراكز الأولى بمهرجان اللغات والفنون لطلاب عدد من المدارس الذين حصلوا على المرتب الأول والثاني والثالث بمادة اللغة الفرنسية. هذا التكريم جاء ليكون حافزاً لزملائنا المدرسين ولأبنائنا الطلاب لأن يكونوا أكثر عطاءً في الأيام القادمة إن شاء الله. وفي هذا التكريم نثبت بأن المناهج المطورة استطاعت وأسست بأن تمكنت من اكتشاف المواهب لدى أبنائنا الطلاب. كرم مدير التربية اليوم مسرحيات اللي شاركت بمهرجان التربوي السوري للغات والعروض المسرحية المراكز الثلاثة الأولى عطر القطر العربي السوري، والثلاثة كانوا من حلب. اليوم تم تكريمهم، كانت مدرسة بشارة الخوري والمدرسة الإيمان مسرحية البخيل أخذوا المركز الأول القطر العربي السوري، والثانية بحيرة البجع مدرسة باسل المتفوقين شاركوا فيها ومدرسة الإيمان الخاصة، والثالثة كانت رمال غار كمان مدرسة المتفوقين ومدرسة الأمل الخاصة. المرة الثالثة منشارك على مستوى سوريا مديرية التربية بحلب المسرحيات باللغة الفرنسية، كمان متعودين انه دائما نشكر الله نحقق المراكز الأولى على مستوى سوريا. كان لي الفرصة انه اشتغل مع بحيرة البجع حققت المركز الثاني، ورمال وغار اللي حققت المركز الثالث. المسرحية بحيرة البجع فكرتها بسيطة ومنعيشها بحياتنا اليومية، انتصار الخير على الشر، ورمال وغار أنه سوريا دائما صامدة بالرغم من كل شيء. المكرمون هم طلاب مدرستي الإيمان الخاصة وبشار الخوري عن مسرحية البخيل، وطلاب الباسل للمتفوقين والإيمان الخاصة عن مسرحية بحيرة البجع، وطلاب الأمل الخاصة والباسل للمتفوقين عن مسرحية رمال وغار، إضافة للمدرسات والموجهات الاختصاصيات اللواتي أشرفنا على تدريب المشاركين. أنا سمير حنا من مدرسة الإيمان صف تاسع، كنت أخذنا نحن مسرحية البخيل، كنت الدور الرئيسي البخيل أنا كنت. كانت مسرحية كتير حلوة، ربحنا على حلب، بعدين طلعنا على الشام، رحنا على دار التربية وأخذنا جائزة على القطر الأول. كانت تجربة كتير حلوة لنا، أنه أول شيء قوينا لغتنا بالفرنسي، تاني شيء لما رحنا على الشام تعرفنا على ثقافات عالم تانية وكوننا أصدقاء جدد. طبعا يعني قضينا وقت كتير حلو سوا، ووقت التوتر وقت هيك أنه ده تطلع النتائج كتير كان شعور كتير حلو، ويعني كتير فرحنا. أنا اسمي جوزيف كحالم مدرسة الإيمان الخاصة، أنا كنت البطل بمسرحية بحيرة البجع يلي حازت على المرتبة الثانية بالمهرجان التربوي للفنون واللغات. دوري كان بالمسرحية والأمير سيكفريد يلي هو إنه بحب بجعة، هاي البجعة بتكون إنه هي مسحورة وهو إنه بحاول إنه يخلص اللعنة عليها. أنا اسمي ليا صايغ من مدرسة الأمان، حزنا على المركز الثالث. كانت مسرحيتنا هي رمال وغار، أنا كان دوري هو زنوبيا. هي المسرحية حكيت عن حياة زنوبيا وشلون عاركت مع الشي اللي صار معها حتى تنضر وتساعد لعنة. يأتي هذا التكريم حرصا من مديرية التربية على تقدير طلابها المتميزين وتحفيزهم للمتابعة بإبداعهم وتميزهم ليحرزوا دائما أفضل المراكز بكل المسابقات التي تقيمها وزارة التربية. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. ونبقى في حلب، حيث أقيمت في صالة نابلس بحلب ندوة عن صحيفة المسيرة الناطقة باسم اتحاد شبيبة الثورة، وذلك بمشاركة مدير الإعلام بحلب بمناسبة الذكرى 45 على إطلاق العدد الأول من هذه الصحيفة. ضياء قدور والتفاصيل. احتفاء بمرور 45 عاما على إصدار أول عدد من جريدة المسيرة، أقامت قيادة فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة احتفالية بصالة نابلس
بعنوان جريدة المسيرة و45 عاما من العطاء المستمر. طبعا منظمة اتحاد شبي ثورة حريصة على دعم العالميين الشباب، بتأدي رسالتها بهالجانب هذا. اليوم عم نحتفل بذكرى مرور 45 عاما على صدور أول عدد من جريدة المسيرة، هالجريدة اللي احتضنت المراسلين العالميين الشباب، وكان لها دور كتير كبير في تهيئتهم لأنه يكونوا إعلاميين في مؤسساتنا الإعلامية الوطنية والخاصة. نتوجه بالتحية والشكر طبعا لكل اللي عم يساهم فعلا في تأهيل الإعلاميين الشباب. طبعا عبر مسيرتها الطويلة كانت جريدة المسيرة منبرا هاما للإعلاميين الشباب، وكانت الفسحة والفرصة لإعطائهم المجال لتقديم نتائجهم سواء كان أو مواهبهم سواء كانت الأدبية أو الفنية أو الثقافية أو حتى السياسية. لذلك فهي كانت يعني المعلم للشباب، الشباب الواعي المثقف، الشباب جيل اتحاد شبيب الثورة. تضمنت الاحتفالية عرضا بانوراميا عن تاريخ جريدة المسيرة وكلمات وقصائد من وحي المناسبة وفقرة غنائية، إضافة لجلسة حوارية ضمت مدير الإعلام بحلب ومدير النادي الثقافي بفرع الشبيبة ومراسلة الفضائية التربوية بحلب. هي المناسبة الشبابية بتخص جريدة المسيرة في ذكرى صدور أول عدد منها في 24/1975. هالجريدة هي اللي رفدت الإعلام بكوادر مؤهلة، تدربوا على صفحات المسيرة، مارسوا مواهبهم على جريدة المسيرة سواء المقروء وفي البرنامج الإذاعي المسموع والمرئي في برنامج أغلى شباب. هدول كلهم كانت انطلاقتهم من جريدة المسيرة مع الصفحات. فالمناسبة هاي نحن أحيانا فيها الذكرى هاي، جبنا الأصدقاء القدامى مع الأصدقاء الجدد ليتعارفوا ويعرفوا كيف كانت المسيرة. طبعا نحن في هالذكرى 45 لجريدة المسيرة وانطلاقها بتحطنا قدام واقعنا اللي تربينا فيه، المنظمة اللي خلقت منا نحن إعلاميين وقادة في المجتمع. وشي أنا واحد من الناس، أنا بفتخر أنه أنا ابن منظمة اتحاد شبيبة الثورة، أنا ابن اللجان الصحفيين الشباب، وأنا ابن النادي الإعلامي، وأنا ابن الدورات الإعلامية. هذا الشيء اللي يعني خلانا معبئين ثقافيا وعقائديا. واختتمت الاحتفالية بتكريم لبعض المراسلين القدامى وأصدقاء الجريدة والفائزين بمسابقة المسيرة، إضافة لتكريم الأديب والشاعر عدنان الدربي. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا. جامعة دمشق تمدد التقدم لمفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا. مددت جامعة دمشق فترة التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الخاصة بمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي حتى 30 من الشهر الجاري. وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في 15 من الشهر الجاري، مبينة أنها موجهة لخريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية وخريجي التعليم المفتوح ولجميع الاختصاصات باستثناء كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2019-2020، وذلك وفق الرسوم المحددة للطلاب العرب والأجانب. أقامت وزارة الثقافة مديرية ثقافة دمشق المعرض الفني لخريجي مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية خلال النصف الأول من عام 2019. التفاصيل في هذا التقرير. فنانون وفنانات شباب انضموا للحركة التشكيلية السورية من خلال معرض تخرجهم الذي أقيم في مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، الذي ضم خلاصة ما اكتسبوه من تقنيات ومعارف صقلت مواهبهم الفنية عبر دراستهم لمدة عامين في المركز. قدم 17 خريجا في المعرض 44 لوحة بتقنية الزيت وبأسلوب واقعي كلاسيكي،
وبمواضيع متنوعة عكست رؤى الخريجين للحياة والفن والمجتمع وبمستوى جيد عموما يبشر بمواهب فنية واعدة. الأعمال تنوعت بمواضيعها، منهم اختار البورتري بمواضيع مختلفة، ومنهم اختار الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة. طلاب التخرج كعادة المركز كل 6 أشهر نقف في مثل هذه المحطة لنطلق مجموعة من الخريجين بأعمال فنية ليرفضوا الحركة الفنية التشكيلية السورية بأعمالهم ومنتجهم الثقافي بالفن التشكيلي. رسالتي كانت هي تسليط الضوء على بعض الأشخاص والأماكن المخبأة خلف الكواليس لكن بأسلوب فني وأكاديمي ضمن المدرسة الواقعية. حبيت أحكي بمشاريعي، هي عبارة عن عنوان مشروعي كان عبارة عن يوم في الحقل، بجسد لوحتين بورتري وضعياتهم النصفي والكامل، ولوحة عن مناظر طبيعية ولوحة طبيعة صامتة. عنوان لوحاتي هو الموضوع احتواء، جسدتها بثلاث لوحات فيها من فئات عمرية مختلفة. بدأت فيها عند الطفل الرضيع، لأنه هو أكثر شخص بحاجة للعاطفة والحنان والاحتواء. وبعدها فئة الشباب، وبعدها جسدتها كبورتري شخصي لمروري بالحالة اللي أنا فيها، يعني كمان أخذت هذا الشيء من حياتي الشخصية. هلأ عنوان لوحاتي أنا حبيت أعبر عن الحياة بشكل عام، كيف هي بتتألف من ثلاث يعني كعمر الإنسان، ثلاث فترات عمرية مختلفة، عمر الرشد وسن الطفولة والشباب. استعملت ألوان أكثر شيء الأوكر والألوان الدافية، حاولت أني كمان استعمل ألوان باردة حتى تتوازن اللوحة وطلعت بالنتيجة. أنا شاركت بثلاث لوحات، ثلاث فتيات حاملين ورد بإيدهم، الورد عبرت فيه عن فصل الربيع. موضوع ثلاث لوحات بيحكي عن ربيع المرأة، بما أنه الربيع والمرأة متصلين مع بعض، يعني علاقة بين الحب والحنان والعطف، بيقدموه ليعطوا بالحياة كل شيء حلو كل شيء جميل. يواصل مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية تقديم براعم فنية واعدة لديها أفكار وتجارب ومخزون بصري ومهارات وطاقات ليسهموا في رفض الحركة الفنية التشكيلية في سوريا. وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسف تقيم ورشة عمل حول مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة. تكريم المدارس الفائزة على مستوى القطر في المهرجان التربوي بحلب. كان هذا كل ما لدينا، هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.